طريق النجاح، انا بقول طريقه عمل الشاي فقط لا غير. طريقه عمل الشاي ايه يا دميانة؟ الفراخ نجيب الماء السخنه، والماء السخنه نخلي الماء السخنه تغلي في الحله، نكبس نحط فيها الفرخه، ويا سلام بقى بعد ما السخنه تستوي نحط فيها الفرخه بصلتين كده تمام، ونبتدي ايه نقلب الفرخه كده مع شويه توابل ونطلع الفرخه زي الفل ونحمرها. لا انا ما باكلش الكلام ده، انا بجيب عيله من الجبنه من السوبر ماركت وافضيها في الطبق واكلها. عظم على عظم يا ست. وبعديها اشرب الشاي اللي الى كل بنت مصريه. حلقتنا النهارده يا جماعه معلش كان فيها غلطه، والغلطه وهي ان لازم كل ست لازم تتعلم طريقه عمل الاكل. انا كراجل قلت للشيف دميانة سابقا تتعلم شويه اكلات، لازم كل بنت تتعلم طريقه عمل الاكل. يا جماعه يا بنات يا امهات المستقبل تمام، مش لازم لما تيجوا تتجوزوا جوازاتكم يلاقوكم فجاه ما بتعرفوش تعملوا الاكل. الكلام ده ما ينفعش في الوقت اللي احنا فيه ده. ارجوك يا دميانة عشان اقول لك يا شيف دميانة بعد كده تتعلمي الاكلات دي ان شاء الله. يا سلام ان شاء الله برضه هتعلم طريقة عمل شاي مختلفة إن شاء الله.